السلام عليكم. هنخيطوا هذا المونط اللي في السنه. اول حاجه نبدا بها هي الجيب. كما شفتوا هذا هو داك القطعه ديال الجيب اللي فصلت هنايا. دابا غادي نخيط من هنايا، نبدا من هنا من هاد البلاصه ونخلي سنتيم وندور مع هنا. هذا هو اللي غيكون لاصق ليا في الدوبل. كما شفتو هكايا. دابا غندوز غندير له عبر الصباط، غنحل هاد الخياطة هكايا، نحاول نحلها مزيان. صافي هكا، هادي هي القطعة ديالنا. غادي نخليو فيها داك 5 سنتيم اللي قلتلكم. صافي وهذا غادي يتحيد. ما غادي نجيب هاد القطعة هادي، هاد الجهة هادي اللي خارجة هنايا هي اللي كنديرها من جهة الفوق. هانتي من جهة التركيز، هذا هو التركيز ديالي، كتجي هكايا على هاد الشكل. هاد الجهة هادي اللي هنا خارجة سنتيم، وهادي اللي ناقصة سنتيم كتجي من التحت، كتجي على هاد الشكل. غنحطها حيت أنا في اللول راه طراسيتها هنا بالمقلوب ولي طراسيتها هنايا. انا غادي نقص من هذا، نخلي غير سنتيم، حسب ما كنت كنفصل انا راه خليت 2 سنتيم. صافي غنحطو هنا في هاد الطراسيج اللي طراسيت ديال الجيب ديالي هكا. غنخلي داك الطراسيج في الوسط. هاد القطع هادو بجوج غنجيب وحده ونحطها هنايا من الفوق باش ندوز بيها بالخياطه مع هادي. كما شفتو راه كنبدا من هنايا، كنبدا من هاد البلاصه هادي، كنبدا الخياطه ديالي رتق مزيان، نمشي عاود لهنا نحبس هنايا. كما شفتو كنحبس هنا، ما كنخرجش بالخياطه لهنايا. صافي غنجيب القطعه الثانيه غادي نحطها هنايا، نخلي في الوسط غير واحد سنتيم ولا سنتيم ونص. وهاد عندي هنايا واحد 15 ديال السنتيم ديال الجيب، هنا غادي ندخل على هاد الخياطه هادي واحد سنتيم. ما غاديش نبدا، ما غاديش ندير نفس القياس، غنقص من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم. هانتي هنايا كما كتشوفوا الخياطه فين راها، هنا عاود غادي نعلم هنا، يكون بعيد عليه واحد سنتيم. كما شفتو هنايا، هنا راه كنمشي كنقطع، كندير هنا بحال المثلث كما كنديرو في الجيب باسكوالي. كنحاول نحل هنايا التوب هكايا، ونقطع هنا في النص. غادي نوصل حد الخياطه ونحاول انني ما نقصش الخياطه ديالي. صافي وهاد الجهه عاود كذلك كنمشي كنقطع حد الخياطه.
صافي دابا غنحشي هادشي كله لداخل. تجي تجيب على هذا الشكل هذا كما شفتوا هنايا، كنحاول ندخل هذا الشيء هكايا صافي. وغنجي نبدا الخياطه ديالي من هنايا، من هاد البلاصه هادي غنبدا الخياطه ديالي، وغادي نجي كنخيط حتى نحبس هنا، ومن الجهه الثانيه عاود هكاك غنخيط من هنا حتى لهنايا. نزيدو نخيطو هنايا، نشدو هنايا بالخياطة مزيان باش ما يتسللناش، على حساب هاد الذوب هذا ديال الصوفة كيبقى يتسل كما كتشوفو. صافي هكا هدا هو الجيب باسبوال ديالي. هنا من الداخل غادي نلصق له داك الطريفات ديال الدوبلو، هما هادو على حساب عندي انايا، هذا غندير له الدوبلور هاد المونطو. الا كنتو ما ديرولوش الدوبلور ما ديرولوش هاد الطريقه هكا، ديروا هاد الطرف هادو يكونوا كبارين شويه بقياس ديال الجيب ديالكم، جيبوهم دايرين هكايا ما ديرولهمش هكا تلصقوا هاد الطريفات هنايا باش ما يبقاش باين هاد التشنتيف وهاد الخياطه ديالكم من تكونوا لابسين المونطو. غنجيب القطعة هادي غنحل هادي نلصقها الفوق هكا، الخياطة تكون كتشوف هكا لبرا ماشي لداخل ديال الجيب. هذا هو الجيب ديالنا، غنشدو دابا الخياطة من هنايا وغندورو معاها هكايا حتى لهنايا. صافي هادشي هذا، بغيتو ديرو له السورجي ما بغيتوش ما ديروش، على حساب كيكون عنده الدوبلور راه كيكون مغطي هادشي هذا. صافي هذا هو الجيب ديالنا كما كتشوفوا هكا ديال هاد الشكل، راه الطريقه ديالو ساهله حتى هو. دابا غندوز باش غادي نلاقي هاد التبطين ديال هاد الكول. هنايا كنجيب هاد التبطين ديالي كنحطو على الوجه ديال الضوفة، هذا هو الوجه كنحط هاد التبطين ديالي هكا، وكندير حتى التبطين كندير له الوجه ديالو عند الوجه ديال الضوفة. صافي كنشدوها هكا على هاد الشكل، هاديك الكرانة اللي كنت درت ملي كنت كنفصل هي هادي، غنبدا منها الخياطة. كنغرس ليبرا في القنت وندور،
صافي هذا الضوفه الاولى. الضوفه الثانيه غندير لها نفس الطريقه، غنشدها هكايا. ملي كنجيو نقلبوا هذا القنت راه كنقصوا منه هكايا هذا القنيت باش ما يجيناش غليظ. هكا كنخرجوا القنيت ديالنا كما كتشوفوا. هنا غادي نمونطي الكتاف ونحط الربعه هكايا، التركيز عند التركيز صافي. وغادي نمونطي الكتاف هنا. غادي نمونطي الكم ديالي، نمشو هنا بهاد العلامة اللي كندير هنايا. هادي هي اللي غنديرها من الجهة ديال الضوفة ديال الأمام، هادي هي الضوفة ديال الأمام. كنجي النص هنا ديال الكم كنديرو مع الخياطة ديال الكتف ديالي. هنا كنبدا الخياطه ديالي، وهذا السنتيمات اللي شايطين هنا، هاد جوج سنتيم ولا ثلاثه، فاش ما كنقصهمش في الفصاله راه كيجيو هنا زايدين، ومني كنقصهم في الفصاله راه كيجي هو هذاك. هنا انا خليتهم حتى ندير لي سياج. هنا غادي نمونطي من الجناب، هنا غادي نبدا الخيطة ديالي. هنا هاد الخياطة ديال التركيز نحاول نحلها هكايا، نحلها هكدا وندوز عليها بالخياطة، تجيني الخياطة قبل الخياطة. صافي هنايا راه درت له لي سياج ديال بنتي، درت له لي سياج، راه جا هو هذاك. غادي نقص 3 سنتيم اللي عندي هنايا، نقطعها هكا. هذا راه كنت شرحت لكم انايا شحال من مره في الفيديوهات ديال الفصاله، هاد 3 سنتيم فاش كنفصلوا لكم راه كتزاد، واخا كنديروا العبار بحال قد ديال التركيز الا ما نقصناهاش في الفصاله راه كتزاد لنا. اما كنقصوا هذاك الساعه الا كنا متاكدين من العبار، ما كناش متاكدين من العبار وغنديروا لي سياج نخليوها حتى نجيو نخيطوا عاد نقصوه. هنايا هاد البلاصه اللي درت منها الكرانه هي اللي غتكون لاصقه لي في المونطو. هنا غادي نبدا الخياطه ديالي، نخلي سنتيم وندوز عليه بالخياطه من هنا، ندور ونحبس هنايا. نحيد هاد القنيتات هادو باش نقلبو. نجيب المونطو ديالي، كنجي لهنا للظهر، هادي هي الدورة ديال الظهر، راني معلماها هنا بالطباشير المنتصف. هادي الدورة ديال الظهر وهادي ديال الأمام.
غنجيب هاد الكرانه اللي عندي هنايا، وعندي راه مع هاد اللي معلمه هنا المنتصف هكا، جد هكايا تخرج هاد الخياطه هكا مزيان. غنجي غادير نديرها هنايا، هاد الخياطه هادي مع هاد الخياطه هادي كما كتشوفوا معايا، صافي كنحطها هكايا، كنجيب هذا كنقلبوا عليهم هكا كما كتشوفوا، صافي كنشدها هكا بربعه بيهم، كندير هنايا عاود بانكا نشدها هنايا كما شفتوا هنايا، راني لصقت حتى هاد الجهه هادي، درت نفس الطريقه اللي درت هنايا اللي وريتكم هنا في الاول. هنايا راه نسيت انا ما ركبتش هادو قبيله قبل ما ندير الكول، ولكن ما عليش غنخلي، ما غاديش نحيد الكول ديالي، غنجيب هذا هاد السجفه هادي ديال الخلف، راني نسيت ما صورتهاش معاكم، ولكن حاطه الطريقه شحال من مره، راني دايره شي جوج مونطويات بالدوبلور الا بغيتو ترجعوا تشوفوا كيفاش كندير هادي. غنجيبها هكايا وكنلاقيها من هنايا، عاود نجيب هاد الجهة هادي، صافي هادي هي السجفة ديال الخلف ديالي باش غتفيني لي من الخلف. هاد الخياطة هادي اللي عندي هنا كتجيني مع الكتاف، كتجيني قبالة الخياطة ديال الكتاف، هاهي هنايا، وهادي من هاد الجهة تا هي، صافي. ودابا غادي ندوز بالخياطة ديالي، غنشدهم هكا القطع بربعة، هانتي هادي هي السجفة، هي هادي ديال الخلف، وهدا الكول ديالي هاهو في الوسط، راه فيه على جوج، وهذا الدورة ديال المونطو ديال الدورة العنق ديال المونطو، كنشدهم هكا بربعة بيهم، وكندوز عليهم بالخياط، كنجي نبدا من هنايا، فين وريتكم أول البداية ديال الكول، فاش وريتكم كيفاش لصقوا هادو، هنا راه دايرة أنا درت البانكا، غنجي وغنبدا الخياطة ديالي من هنايا، وغادي نمشي. صافي كندور هكا على العنق كامل الدوره ديال الكول ديالي، صافي دابا غنجيب مقلب، كما شفتوا هذا هو الكول ديالي، يجي على هذا الشكل من هنايا. هنا راه مازال غنديروا له عبر الصباط هنايا، وهذا راه كيتقلب هكايا وكيسق فيه الدوبلور، هنا كندوزو له الدوبلور من هنايا لهاد البلاصه، هذا كيدور عليه كيلصق كامل، كتجي الخياطه فينيه ديال العنق كتجي على هاد الشكل. هذا الدوبلور ديالي غنجي غنمونطي الكتاف، هنايا التركيز عند التركيز كما كتشوفوا، هنايا الكتاف كنخيطهم، غنجيب المونطي الكمام ديال الدوبلور، كنشد هنا كنحط المنتصف للخياطه ديال الكتف كما درت المونطون نفس الطريقه، وكندوز معاهم بالخياطه، غادي نمونطي هاد
الدوبلور مع المونطو كما شفتوا هنايا. هذا هو الخلف ديال الدوبلور، هادو الكتاف. هنا راه كنقصوا ثمن داك هاد السشفه اللي عندنا هنايا، راه كنقصوها من هذا، كنحطوها عليه وكنقصوها، وكنجي لهنا المنتصف ديال الظهر ديال الدوبلور هو هذا، كندير فيه كرانه، كنجي لهذا المنتصف ديال السشفه هذه اللي عندي هنايا، وكندير في المنتصف ديالها كرانه. كنجيب هاد الكرانه هذه مع هذه، هاد الدوبلور هذا الا جانا كبير هنايا، جانا عريض على هذا، كنديرو هنايا بليه في الوسط، ولا غير كنحاولو نكمشو شويه باش شاف اللباس ملي كنلبسوه ما كيجيناش مشنق من الظهر. كما كتعرفوا الدوبلور راه ما كيتيري ما والو، كيكون ثوب واقف. هنا تجينا هاد الخياطه ديال الكتف هادي ديال الدوبلور مع هاد الخياطه هادي ديال السشفه، حتى هي ديال الكتف. وغنجيب هنا عاود هاد الكتف مع الكتف. هذا التبطيل اللي لصقناه في الامام كما كتشوفوا، غنجيبوا هاد الدوبلور ديالي وغنهبطو معاه هكا، غنشدو بهاد الطريقه هادي ويهبط هكا هي بالخياطه. حتى لهنايا هنا انا هاد الدوبلور راه درتو ناقص على المونطو بواحد 10 ولا اكثر، هنايا دايره شي 13 ناقص عليه. كما قلت لكم هاد الطريقه هادي راه كتجي حتى هي سهله. صافي دابا غنبدا الخياطه ديالي من هنايا من هاد الجهه.